دشنت وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة المرحلة الأولى من تطبيق برنامج مسعف في كل بيت، والتي تشمل تدريب 72 معلما ومعلمة للتربية الرياضية لتأهيلهم كمدربين في الإسعافات الأولية ليقوموا بتدريب الطلبة والطالبات في مدارسهم في هذا المجال. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأفكار الفائزة في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، والتي تم إطلاقها تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم كلمة أكد فيها الاعتزاز بالتعاون مع وزارة الصحة لتنفيذ هذا البرنامج الذي تندرج فكرته ضمن الأفكار الفائزة في النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة في العام 2020، حيث تم العمل بصورة مشتركة على وضع هذه الفكرة موضع التطبيق الفعلي وتوفير جميع الإمكانيات المطلوبة لذلك. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أهمية تدشين البرنامج الذي سيتم تطبيقه بتعاون متميز مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن برنامج مسعف في كل بيت يعد فكرة رائدة تهدف إلى وضع مملكة البحرين ضمن أوائل الدول العربية التي تطبق هذا البرنامج الصحي التعليمي الوطني. كما قدمت الدكتورة وفاء الشربتي مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة ورئيسة فريق تطبيق البرنامج عرضا حول آلية التطبيق، أشارت خلاله إلى تخصيص جهة إشرافية على المعلمين والبرنامج بشكل عام من قبل وزارة الصحة للتأكد من التطبيق الصحيح لتدريبات الإسعافات ومساعدة المعلمين في التدريب. طبعا آلية التنفيذ بتكون عن طريق تدريب المدرسين في مدارس مملكة البحرين على الإسعافات الأولية، وبحيث يكونون ويحصلون على الاعتماد كمدربين الإسعافات الأولية، وبالتالي يقومون بتدريب الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية، وبذلك ما يتخرج أي طالب أو طالبة من مدارس مملكة البحرين إلا ويكون عنده تدريب على الإسعافات الأولية وقادر على تنفيذها. طبعا احنا سعيدين جدا ان هذه الفكره كانت حلم وصارت واقع من سنه 2020، واحنا قاعدين نشتغل على كل هذه التجهيزات عشان اليوم نبدا اولى خطوات في الواقع في المدارس، فالحمد لله رب العالمين. بصفتنا احدى مقدمات الخدمات الرعايه الصحيه في مملكه البحرين، شفنا ان في واجد ضغط على الخدمات الرعايه الصحيه في مملكه البحرين، فقلنا ليش ما يكون في مبادرات ان في اسعافات اوليه تقدم الى الجيل الجديد، بحيث انه يكون عنده مبادره وحب المساعده للاخرين من الصغر، بحيث انه يكون مسعف في كل بيت موجود يقدر يقدم الخدمات الاسعافيه بدون الحاجه الى الرعايه الثانويه في مملكه البحرين. دورنا هنا ان احنا نخلق صف اول لتدريب طلاب المرحله الثانويه من خلال تدريب معلمي التربيه الرياضيه على اساس يكونون هم معلمين الاسعافات الاوليه لطلابنا، وبعدين في المرحلة الثانية راح يكون في دراسة إمكانية إن إحنا نخليه كمنهج أساسي لطلاب المرحلة الثانوية في 2025 إن شاء الله. طبعا دور وزارة التربية والتعليم بيكون كبير وأساسي في هذا البرنامج، باعتبار الشريحة الكبيرة اللي موجودة عندنا إحنا في وزارة التربية والتعليم ألا وهم الطلاب. الطلاب بيكون لهم دور كبير أساسا في توصيل هذه الثقافة، ثقافة الإسعافات الأولية اللي تعتبر فعلا ثقافة مهمة.